تتكلم عن بلدك ازاي؟ شايفين مصر النهارده اخبارها ايه؟ امبارح واول امبارح، امبارح لقيت الدنيا عماله تتكلم نجمنا العالمي البطل محمد صلاح. محمد صلاح، محمد النهارده يا جماعه محدش يتعامل معاه بالشكل ده. محمد صلاح النهارده لما بيعمل اعلان لواحده من اكبر مجلات الموضه في العالم، اكبر مجله في العالم او واحده من اهم المجلات الموضه في العالم، واحده من الشركات العالميه الكبرى في مجال الموضه والازياء، ايوه هو ده محمد صلاح. النهارده محمد صلاح غالي قوي، تاني غالي قوي. محمد صلاح النهارده عشان يعمل اعلان زي ده يعني ربنا يزيده ويكرمه يعني ويحفظه يعني من غير ما حد يقعد يقر عليه. فالناس بتهاجم محمد صلاح. ليه الناس، ليه البعض، مش هقول الكل، البعض، النجوم العالم، نجوم العالم اللي بقى صلاح النهارده واحد منهم، اللي هو واحد من اهم اربعه ولا خمسه في العالم، وعلى فكره صلاح ربما يتفوق على دول. النهارده بقى اسم محمد صلاح، نعم اسم محمد النهارده على اي منتج، على اي حته، شوف النهارده بي 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 ليه قيمته يعني، لانه بقى عنده محمد النهارده، محمد صلاح النهارده مش في مصر، حول العالم. احنا في النمسا النهارده بس يجي اسم محمد صلاح او محمد صلاح بيشغلوا ماتشات بتاعت محمد صلاح او يتكلم على محمد صلاح، بقى النهارده محمد صلاح حاله حول العالم. الحاله اللي احنا نتكلم عليها مصر في الاخر، انه المصري، المصري محافظ عليه. محدش يتعامل مع محمد صلاح انه محمد صلاح اللي كان مش، لا، محمد النهارده موضوع تاني، في حته تانيه خالص. على فكره محمد قيمه كبيره جدا لينا، تاني لينا لمصر قيمه كبيره جدا. وبقول مره واتنين وعشره، حافظوا على محمد صلاح. محمد صلاح اللي اتعامل معاه الفتره اللي فاتت من البعض ما ينفعش كمان يتعامل معاه تاني. وسيبوا محمد صلاح في حاله، نسنده، نشجعه، ننبسط، نبقى سعداء يا جماعة. شوفوا بيتعمل ايه مع النجوم برة. محمد النهاردة بقول لكم من يعني مش عايز ادي عشان، لكن هو بقى كده النهاردة، بقى كده. اقعد وسافر برة، شوف لما بيجي اسم صلاح، اسمه بس، شوف الناس في العالم تتكلم عليه ازاي. ليه عندنا البعض كده مش عايزينه يبقى كده؟ عشان لصالح مين؟ احنا تاني بقول اللي بيحب البلد ديت، واحد من الناس اللي بيحبه ان هو بيحب مصر جدا، محمد بيحب مصر بجد، وتاني ابن مصر بجد، ومحدش يعمل مقارنات مع حد ابدا لا جوه ولا بره. نقف معاه، نسنده، ننبسط ان عندنا حد كده النهارده. الشركه دي ما بتروحش لاي حد، خلوا بالكم. محمد النهارده بسم الله ما شاء الله عشان يطلع يقول كلمتين في اي حته ربنا يزيده ويكرمه، لانه هو كده. هو النهارده ما يتعاملش غير بوضعه، بمتابعاته قد ايه، بمشاهداته قد ايه، باسمه قد ايه، بنجوميته قد ايه. نجوميته النهارده اسم محمد بقول لكم يعني يتحط كده. محمد، تخيل بقى محمد صلاح اتعمل مو صلاح، عمل بقى فتح مش عارف ايه. طيب شوفوا هيعمل ايه. رونالدو ما هو عنده، وميسي ما هو عنده، ومش عارف، ولكن صلاح لا يقل ابدا لا عن ده ولا عن ده. وعلى فكره اسمه النهارده اعلى منهم، اسمه النهارده في الاعلام، في كل الاعلام اسم محمد صلاح النهارده اعلى من رونالدو ومن ميسي. احنا نبقى سعداء بده، ونبقى فرحانين بكده، ان احنا عندنا ابننا، ابن مصر بقى كده النهارده، وربنا يسترها عليه في الماتشات الجايه. عندهم ماتش صعب، البايرن ميونخ في الدور ماتش صعب، الماتش اللي جاي يعني القرعه كمان ظلمتهم، ولكن ربنا يكرمهم ان شاء الله. ليفربول يقدروا يعملوا حاجه ان شاء الله. عندنا امنيه كبيره، ولسه من كام يوم فازين على مانشستر يونايتد 3-1. مورينو النهارده اقلوه بعد هذه الهزيمه، انها هزيمه ثقيله،